بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في بيتكم قناة السعودية، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سباق المشاهدين. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الفنان علي السبع. ضيفنا الثاني الفنان سعيد قريش. أهلا بأبو زهير وأبو فيصل. يا هلا وسهلا فيك، كل عام وانت طيب يا أستاذ، كل عام وانتم طيبين جميعا. كل عام وانتم بخير، والسادة المشاهدين رمضان كريم عليكم جميعا. إذن مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج سباق المشاهدين. مرحبا بضيفينا مرة ثانية، الفنان علي السبع أبو زهير والفنان سعيد قريش، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سباق المشاهدين. كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحة وسعادة. حقيقة ننتهز هذه الفرصة، تقدم بالتهنئة لجميع الشعب السعودي بمناسبة شهر رمضان. إن شاء الله ربي شهر خير وبركة على الجميع وعلى الأمة الإسلامية. أستاذي، بس في عندي ملاحظة صغيرة. فضل. أهنئك حقيقة على اختيارك هالديكور الراقي. فعلا جهد مبذول جميل جدا، شيء مشرف للتلفزيون السعودي. وأيضا اختيارك هدية لتقدمها للضيوف، هذه هدية ثمينة جدا على قلب كل مسلم حقيقة، فشكرا لك من الأعماق حقيقة. ساعة مكة يا. ساعة مكة. شكرا لك. الفنان سعيد قريش، أبو فيصل أهلا بك. حبيبي أبو فهد، كل عام وانت بخير، والسادة المشاهدين كلهم بألف خير، ورمضان كريم عليكم. مثل ما قال أبو زهير، استكمالا لكلامه، فعلا تحفة فنية احنا جالسين نقدم هذا البرنامج فيها. وأنا ملاحظ يعني خاصة الكاميرا هذه اللي تسلط الضوء على البقعة هذه جدا رائعة. هذه الكاميرا المفضلة عندي. أنا أشوفك دائما مركز عليها يعني. هذه عشان خاطر. أيوة. مشاهدينا الكرام، إذن كما نقول في بداية كل حلقة، يمكنكم المشاركة معنا من خلال إرسال رسائل على الأرقام التي تشاهدونها في أسفل الشاشة. أيضا هذه الأرقام مرة ثانية على وسط الشاشة الآن، يعني STC وزين وموبايلي، ترسلوا رسائل ثم عشوائيا يختار الحاسب الآلي مجموعة من الأسماء، وهذه الأسماء تدخل معنا على الهواء مباشرة في كل حلقة. أيضا عندنا كما تتابعوننا سؤال الحلقة نقدم لكم كل ليلة، ونتيح فرصة لكم بالإجابة من خلال وسائل التواصل فيسبوك تويتر والسيارة، يقول السيارة لا تنسى السيارة، يقول أبو عمر، وأيضا الواتساب. يعني لا تنسوا الواتساب هو للفيديو فقط، لا ترسلوا غير فيديو، يعني فيديو فقط. يعني في كل حلقة نقدم سيارة، وسيارتنا مقدمة من هيئة الإذاعة والتلفزيون بالاشتراك مع شركة توكيلات الجزيرة للسيارات فورد. إذن السيارة جاهزة، وأربع جوائز قيمة كل جائزة 3000 ريال أيضا جاهزة، وضيوفنا جاهزين، وما بقي إلا أن نتعرف على لوحتنا الأولى ومن سيتصل بنا. بسم الله، أول اتصال. مرزوق من الرياض. مرزوق. مرزوق. سم سم. يسعد مساك مرزوق. مساء الخير يا مرحبا. بعيد صوتك ولا الصوت انا ما هو مرة صوتك بعيد يا مرزوق، ارفع صوتك اذا سمحت شوي. صوتك واضح بالنسبة لي. يلا تحياتنا لك، وكل عام وانت طيب وشهر مبارك. وبسم الله تفضل، اختارنا رقم. تفضل مرزوق، اي رقم؟
رقم واحد. رقم واحد لمرزوق. أعداد ما عدد القنوات الفضائية العربية الحكومية والخاصة حتى الآن؟ عدد تقريبي، لكن أكيد أنت راح تسمع إجابتين وبعدين تختار واحدة منهم. كم عدد القنوات عديتهم يا أبو زهير؟ والله إذا بيتابعني بينجح حقيقة، أنا عادهم ومتأكد منهم، بعدين هاي شغلتي يعني. أها هاي شغلتي يعني. هذا مرزوق قدامك، عارف. قل قل له خير يا مرزوق. يا سيدي 820 قناة. 820 قناة. قناة. نعم. لا أنا أختلف معك. أختلف معك. شو 820 قناة؟ احنا كل يوم القنوات تزيد عندنا. نعم. يا أخوي مرزوق اسمع مني بس وأنت الرابح. 1320 قناة. 1320 قناة. إذن هذه الإجابة الأولى 820 يا أخوي مرزوق، والإجابة الثانية 1320. عدد القنوات الفضائية العربية الحكومية والخاصة حتى الآن. احنا كتبنا سؤال قبل يمكن ثلاث أربع أسابيع، يمكن زادت واحدة ولا اثنتين. 1320. بداية خضراء إن شاء الله. اتصال جديد. من معنا؟ سويرة ولا سويرة؟ سويرة. سويرة. سويرة يسعد مساك. سويرة. 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 يسعد مساك. اسمعينا من الهاتف إذا سمحتي. إذا سمحت. طيب لا. يلا. تفضلي اختاري لنا رقم. سويرة أي رقم؟ تسعة. تسعة لسويرة. حكم وأمثال تابعي فناننا أبو زهير، عنده حكمة أو مثل لا تنسي يا سويرة. نعم. شوفي هي نعم. حكمة أو مثل شهير يعني، ممكن بس يعني أبو زهير تقول كم كلمة، تختار لك كلمة معينة يعني عشان يعني نسهل العملية لكل من يشارك معنا. هي حكمة أو مثل شهير يا سويرة، والفنان أبو زهير رايح يشرح لك هذا المثل بلا صوت، يعني ما حتسمعي صوت بالحركة. ها هو يلا. سهل جدا طبعا، يتكون من خمس جمل، يتكون من خمس كلمات، عفوا من خمس كلمات. طبعا ممنوع الكلام. يلا. أنا ما فهمت شيء يا أبو زهير. أي كلمة هذه يعني؟ أنت قول لنا الكلمة مثلا الثانية ولا الثالثة كذا، يعني عشان سهل لنا العملية. أول واحدة. خليك معانا سويرة. أول واحدة. ثاني واحدة. ثالث واحدة. والله سهلة. عرفتوا شيء شباب؟ انتم معنا في الاستوديو. ما اعرفوا شيء ولا انا عرفت شيء. لا هي ساعدنا. لا لا هي واضحه واضحه يعني. ابو زهير قصده يعني كسر لا الشيء يعني. لا 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 لا, لا, لا اقصد لك يعني. لا لا لا, لا, لا ارجوك ارجوك هذه بسيطه. بس لا تكسر القلم. القلم القلم. لا ما بكسره. طيب القلم يا ابو زهير يعني اشوف يعني قرب اكثر. كفر معصب كان ممكن يكسر القلم. والله ايش اسوي؟ لا طيب اسهل يعني من كذا ما في. يعني في كسر يعني في كسر يا سويرة. ها سويرة. والله سويرة. نعم. ما عرفتي شيء ابدا ابدا ابدا. والله يلا اسفين معليش. اسفين لسويرة. اسفين. خلنا نشوف ابو زهير ايش كنت تبغى تقول لنا. الله يعز علي حقيقه سهله جدا. لا تكن لينا فتعصر، ولا تكن يابسا فتكسر. تعصر يعني تعصر هذا العصر. أيوة. وسويت كذا. لا كذا ما سويت. لو سويت يمكن الا والله كان سويت كذا تعصر. بس ما شفنا ما نزل ما نزل يعني. طيب احنا هون البرنامج ممنوع. اذا المثل لا تكن
لينا فتعصر ولا يابسا فتكسر. عفوا يا سويري معلش. اعطونا اتصال جديد. من معنا؟ منصور من ضبا. منصور هلا والله. يا هلا والله، كيفك؟ الله يبارك فيك والله، شهر مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين إن شاء الله. وانت بخير. شوف الارقام واختار رقم اذا سمحت يا منصور. الله يبارك فيك. تفضل منصور، اي رقم؟ رقم 3. ممكن كأس العالم يا منصور. منصور اوه لا 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 لا. منصور هلا والله. منصور معك معك. لا قصرنا صوت التلفزيون اذا سمحت شوي، لانه اسمعنا من الهاتف، لانه يوصل الصوت عندك متاخر. اتفقنا؟ منصور هلا. بدور على الريموت. منصور هلا. معك قصرت صوت التلفزيون. اي نعم نعم. يلا الحين صحيح صح. طيب انت شفت المباراه اليوم، من اللي فاز؟ المانيا. ها المانيا. شفت كاس العالم انت ولا ما تتابع كوره؟ والله ما تابعت اليوم. عموما ما هذا سؤالنا، بس يعني قلت انه اليوم يعني كان في مباراه مهمه بين المانيا وفرنسا وفازت المانيا كذا صحيح ولا انا شفت اخرها ولا لا؟ ما حتى الكل ما حد عارف ايش النتيجه. طيب ما أكبر الملاعب البرازيلية التي تقام عليها فعاليات نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2014، والذي قرر الفيفا إقامة المباراة النهائية عليه؟ أكبر الملاعب البرازيلية اللي رايح تقام عليه المباراة النهائية. تسمع إجابتين يا منصور؟ نعم. يلا ركز معنا شوي. ما هي يا أبو فيصل اللاعب الملعب هذا وين؟ اي واحد؟ طبعا كاس العالم المقام بالبرازيل معروف ان المباراه النهائيه، انا اعتقد انه هو ملعب برازيليا الوطني. برازيليا الوطني هو من اكبر الملاعب الموجوده في البرازيل. طيب ليش تبغى تظل له يعني؟ ليش تبغى تظل له؟ طيب سمعني يا ابو زهير انت، بس خلي الناس تفوز. كلم منصور امامك. منصور يا استاذ منصور اسمعني يا سيدي. منصور معنا؟ معك معك. يلا ركز معنا. ملعب ماريكانا. ملعب ماراكانا. نعم ماراكانا. ملعب ماراكانا. ماراكانا. اذا يا منصور وين واحد واثنين يا شباب؟ ما نشوف ملعب ماراكانا. كان ملعب. اذا رقم واحد ورقم اثنين على الاجابات اذا سمحتوا. ملعب ماراكانا ولا برازيليا؟ ماراكانا. ماراكانا. نشوف. ماراكانا. ما انت شكلك مالك علاقه بالرياضه. لا بس يعني خطا وارد. الخطا وارد. ايوه ممكن واحد يخطئ. ممكن واحد يخطئ. يجتهد يعني. يجتهد. ايش رايك فينا؟ بجاد معنا. بجاد من جده. الو. مرحبا بجاد. اهلين. انت بجاد اللي سمعناك من قبل 4-5 سنوات؟ اي نعم. قل والله. قل والله انه انا. والله العظيم ان انا اللي كلمتكم قبل 4 سنوات. يا بجاد والله لك انت قصه معنا ولنا قصه معاك. بس والله تذكر يوم اقول لك تكفى يا حامد. اي اوه انا مبسوط اني سامع صوتك والله. تفاجات بس لما سمعت كلمه والله يا بجاد، لما سمعت الاسم تذكرتك على طول. طيب لحظة بس خلينا شوي بجد ركز معنا شوي. الله يخليك. المرة هذيك احنا تعبنا وكان معنا اتذكر مدري مين فايز المالكي ايضا ايضا تعب هو. فايز المالكي محمد المنصور عارفهم. طيب ركز معنا اليوم الله يخليك. ها ايه بس ابغى اقول لك اني انا مبسوط اني سمعت صوتك. وانا مبسوط اكثر منك. يلا هيا شوف الارقام يا بجد. شوف الارقام واختار لنا رقم. يلا يلا وين يا شوف. ها وريت يا ولد. دا دا ها ثمانية سبعة ربع خمسة ثمانية. ثمانية. يلا اعطونا ثمانية لبجاد. لا 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 مستاهل. والله ما هو شيء. مبروك يا بجاد.
عندك الملكية عندك المسجد يا عندك المسجد ممكن لحظة بجد عندك المسجد انت تقول في خيارات تبغى خيارات يعني كمان لا يا مبروك يعني وش خلاص ما تبغى خيارات ودي اقول لكم كلمة أخيرة طيب سعداء فيك يا بجد سعدتنا باتصالك والله في أمان الله وما شاء الله خد مبروك يعني تحياتنا بجد أعطونا اتصال جديد والله انبسطنا ببجد من معنا عيدة يا عيدة أهلا عيدة يسعد مساك عيدة أيوة هلا تفضلي شوف الأرقام يلا ايوه هلا اسمعيني من الهاتف يا عيدة اذا سمحت عيدة معك خمسة اي رقم خمسة لعيدة لماذا الطائرة النفاثة يا عيدة عندما المقاتلة عندما تطير بسرعة اعلى من سرعة الصوت تحدث فرقعات قوية في الجو لماذا لماذا يا ابو زهير ركزي معي يا عيدة سبب بسيط جدا ما في لا كسر ولا عصر ولا شيء لا 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 ما في لا كسر ولا عصر ولا شيء سبب اختراق الحاجز الصوت السبب هو اختراق حاجز الصوت. الصوت نعم طيب هذه إجابة وإجابة ثانية لا يا عيدة أنا ما أعتقد هذا الجواب ولو أن أنا مالي بالطيران بس حسب معلوماتي البسيطة في هذا المجال أنه ارتفاع ضجيج المحركات عند زيادة السرعة ارتفاع طيب. ضجيج المحركات عند زيادة ايش رايك انا اعرف انك ممثل ما هو ميكانيكي طيارات الو ايوه معانا اي معاك يلا تفضلي شوفي عندك اختيارين ايوه طيب اي اختيار حتاخذي اختراق حاجز الصوت ولا ارتفاع الضجيج لا حاجز الصوت حاجز الصوت نشوف نشير فقط يعني أيضا كما كل ليلة مشاهدينا الكرام ضيوفنا في الاستوديو أيضا يعني جمهورنا هم أبناء الجمعية الخيرية للأيتام إنسان فتحية لهم ما انا انت عاجبني مره مبسوط كذا متربع وجالس ارجع اتربع والله عادي ما في مشكله عادي الله يسعد مساكم كلكم يعني اتصال جديد عمشه معنا عمشه الو يا عمشه ألو؟ عمشه يسعد مساك عمشه هلا. تفضلي شوف الارقام سلام اسمعيني من الهاتف يا عمشه اذا سمحتي طيب. اختاري رقم إذا سمحت رقم 2 رقم 2 لعمشة مبروك أيضا مبروك يا عمشة ليلة مفاجآت هذه شيء حلو اتصال جديد معنا فؤاد السلام عليكم عليكم السلام يسعد مساك فؤاد الله يحييك يا رب كل عام انت طيب وانت بخير ان شاء الله شهر مبارك الله يبارك فيك يا ربي مستعجل انت شكلك ها ان شاء الله يعني يلا شوف الارقام يا فؤاد 4 و6 و7 7 ان شاء الله 7 طبعا مبروك ما في ترى راحت خلص كل بعد عندنا الا اعلام الحين الان يتفكر. ستشاهد معنا يا فؤاد علم لدولة شوف العلم هذا وبعد كذا نعود وعندنا لك سؤالين أعتقد العلم واضح يعني واضح كثير عارف العلم هذا لأي دولة ولا تحتاج أتوقع إنك ألمانيا نشوف قال ألمانيا فؤاد نشوف إجابته طبعا يعني بالذات اذا كان انت قاعد تتابع الكوره فالليله اكيد شفت هذا العالم يعني كثير الليله طيب ناخذ من معنا اتصال جديد الو نايف الو نايف معنا
نايف؟ نعم مالكي. ونعم نايف، يسعد مساك، تفضل. يسعد مساك يا اخوي. يلا شوف اختار رقم، باقي عندنا 4 و6 يا نايف. نايف؟ ايوه 6. 6 لنايف. 6. أوائل من أول من استخدم لقب السيد الرئيس؟ السيد الرئيس للدلالة على منصب رئيس الدولة. شوف السؤال قدامك، وطبعا حتشوف أيضا ضيفينا أبو زهير وأبو فيصل. أبو فيصل، أول من استخدم لقب السيد الرئيس حسب معلوماتي إنه هو جورج واشنطن. جورج واشنطن، طيب. أنا أختلف مع حقيقة أبو فيصل، أول من استخدم اللقب هو جيمس ماديسون. جيمس ماديسون، نعم. طيب إيش رأي نايف؟ إيش رأيك؟ أيوة إيش رأيك؟ مع الأول جورج واشنطن. جورج واشنطن. اتصال جديد. منيرة من المدينة. منيرة. أيوة. تفضلي منيرة، باقي عندك أعتقد هو رقم واحد بقي، وهو رقم أعطونا رقم 4. ما شاء الله عليك متابعة. يلا رقم 4 لمنيرة، خلنا نشوف إيش تحت الرقم هذا. من شاعر الأطلال؟ شاعر الأطلال لقب لشاعر مصري، من هو؟ عاد ملعبك هذا ولا لا؟ طبعا خلينا نشوف بس. أيه تعرف تلعب في الملعب هذا ولا الحكم يعني يعمل كرت اصفر ولا احمر ولا. شاعر الاطلال معروف طبعا الكل يعرفه، محمود حسن اسماعيل. شاعر الاطلال محمود، محمود حسن اسماعيل. طيب لا لا لا، مو عشان لعبتك الحين تروح تقول الاجابه غلط. لا الاجابه هو ابراهيم ناجي. إبراهيم ناجي. إذن يا منيرة، هل هو محمود حسن إسماعيل ولا إبراهيم ناجي شاعر الأطلال؟ الأطلال هذه أغنية شهيرة طبعا تعرفي. نعم. ليه؟ أم كلثوم. نعم إبراهيم ناجي. إبراهيم ناجي. إذن منيرة كانت آخر من اتصل بنا. فاصل ونعود لكم مشاهدينا الكرام. وقفوا في هالمحطة مرض السرطان، كلنا نقدر نقدم شيء يبدل الحزن إلى فرح والألم إلى أمل. شاركنا دعمهم برسالة نصية إلى 50-70. أنا أقدر وأنت تقدر. اللي ما يدوم معك ما يستاهل حقه، بس وحدها دروش بجودتها وراحتها وقيمتها تستاهل. دروش، أصل الملابس الداخلية من عجلان وإخوانه. إذن من جديد مشاهدينا الكرام نرحب بكم. قبل أن ننتقل إلى لوحتنا الثانية نذكركم بسؤال الحلقة. سؤال حلقة البارحة كان السؤال: زعيم أسود أمريكي استخدم وسيلة اللاعنف للدفاع عن حقوق الزنوج الأمريكيين، منح جائزة نوبل للسلام في عام 1964، من هو؟ طبعا الإجابة الصحيحة هو مارتن لوثر كينج. هذه الإجابة الصحيحة. الآن
نقرأ معكم ونشاهد أيضا 20 اسما ممن أجابوا إجابة صحيحة من خلال إرسال SMS على الأرقام طبعا الظاهرة أمامكم في أسفل الشاشة. هؤلاء 20 اسما كما قلت سيدخلون معنا في السحب في نهاية هذه الحلقة، وبعد قليل سنختار ثلاثة أسماء من كل 9 أسماء لكل وسيلة من الوسائل. طيب نشوف الآن الوسائل الأخرى لمن أجاب إجابة صحيحة. تويتر أبو زهير، اختار لي كم رقم، نختار 3 أرقام من 1 إلى 9، أي رقم؟ 1. واحد، نشوف رقم 1 سريعا لو سمحتوا. إيناس علي الأبو علي. رقم ثاني؟ 3. حكيمة مفضي الشمري. ورقم ثالث؟ 9. أحمد محمد حسين المعبدي. ونشوف الفيسبوك الآن، فيسبوك 3 أسماء، نختار 3 أرقام إذا سمحت أبو فيصل. 5. يحيى أحمد عاتي. رقم جديد؟ 7. شريفة علي أحمد. رقم جديد؟ 4. إبراهيم حسن مكرمي. الآن واتساب فيديو كما قلنا، فيديو فقط. نختار أبو زهير. 8. صالحة بنيان بنيان العنزي. نعم. الجواب الأول الجواب مارتن لوثر كينج. نعم، هذه إجابة صحيحة لصالحة. رقم ثاني؟ 4. رقم 4 عبد الله أحمد الحجاب. نسمع. الله وبركاته. الإجابة هي لورتن مارتر كينج عبد الله أحمد الحجاب. قاعد يسمع، في أحد يساعده برضه يعني عبد الله؟ الإجابة هي مارتن لوثر كينج. خلاص والله سمعنا، والله أكيد خلاص إن شاء الله أنت داخل السحب. يعني آخر رقم لرقم 2. عبد الله صالح سليمان. اسم عبد الله صالح سليمان الحويطي، منطقة تبوك. الجواب رقم 1 مارتن لوثر. إذن مشاهدينا الكرام 9 أسماء من خلال السوشيال ميديا، بالإضافة إلى 20 اسما ممن أرسلوا رسائل SMS على أرقام البرنامج، سيدخلون في نهاية هذه الحلقة في السحب الأخير. نذكركم بأربع جوائز قيمة كل واحدة منها 3000 ريال نقدا، وبالطبع سيارة. ودنا نشوف السيارة، سيارة كل يوم، سيارة يوميا. بنشوف السؤال وبعدين نشوف السيارة. يلا إذن سؤال الحلقة، سؤال هذه الليلة يقول: قوة إبصار الطفل عند ولادته تكون أقل من 6/60، فمتى تصل قوة إبصاره إلى الحد الطبيعي؟ 6/6، 6/6. الإجابة الأولى في نهاية العام الخامس من عمره، الإجابة الثانية بعد 6 أشهر، ولذلك نقول 6/6. الآن ورونا السيارة، لابد نشوف السيارة هذه اللي تقدمها هيئة الإذاعة والتلفزيون بالاشتراك مع شركة توكيلات الجزيرة للسيارات فورد، سيارة فوكس. إذن أحدكم مشاهدين الكرام سيفوز بهذه السيارة الليلة. طبعا الفائز في حلقة البارحة هو خالد الغامدي، طبعا اليوم جمعة فكل يعني فروع شركة توكيلات الجزيرة مقفلة، فلذلك غدا إن شاء الله سنسلم سيارتين وسيتم تصوير التسليم وتشاهدونه بأمر الله سبحانه وتعالى غدا بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل الآن إلى لوحتنا الثانية. ألو، من معنا؟ ألو، السلام عليكم. السلام. ألو هدلان. ألو، مرحبا هدلان. هدلان مفضي الغرابي. يا هلا هدلان، تفضل شوف الأرقام واختر الرقم. كل عام وانت بخير إن شاء الله. كل عام وانت طيب، شهر مبارك عليك. علينا وعليك إن شاء الله. تفضل. أي رقم هدلان؟ رقم 5. رقم 5 لهدلان.
مبروك يا هادلان، بداية أيضا جيدة، بس ترى أظن ما في إلا مبروك واحدة في اللوحة الثانية. اتصال جديد، من معنا؟ ألو، من معنا؟ فهد؟ فهد محمد، ها؟ فهد؟ ألو، مرحبا فهد، كيف حالك؟ كيف؟ الحمد لله بخير. أنت كيف حالك وكل عام أنت طيب؟ أنت طيب إن شاء الله. ضيوفنا يسلمون عليك، مساك الله بالخير. هلا الله يحييك، كيف حالك؟ إن شاء الله من الفايزين يا رب إن شاء الله. يلا فهد تفضل، شوف الأرقام واختار رقم. لا قل لي الرقم، قل لي الرقم. سبعة. أها رقم سبعة. مختصرات لأخوي فهد، ماذا يطلق على مكتب الكونغرس؟ مكتب الكونغرس ماذا يطلق عليه؟ مختصر يعني، اسمع إجابتين وحط إيده كده وقاعد يمثل أبو زهير ومستعد يعطيك الإجابة، بس الله أعلم معك. أيه هو إذا بيتابعني بينجح طبعا. كل ما مو صحيح هذا، أقول يعني سبحان الله يمكن. يلا يلا نشوف. الكابيتال. الكابيتال، نعم. طيب، نعم الكابيتال. إذا بيتابعك بضيع ما بيقول. طيب نسمع إجابة ثانية، نشوف إجابتك. لا الإجابة هي أخوي شو اسمه؟ اسمه فهد. فهد، فهد إيه؟ ها؟ فهد، فهد، ونعم فهد. فهد. الإجابة هي الكرملين. الكرملين. ايش؟ طب ساعدونا الله فيك. لا لحظة والله يا فهد، أنا حاسس إنك عارف الإجابة يا فهد. سهلة يعني، أنت يعني وين الكرملين وين الكابيتال؟ يعني شوي كده بس، شغل اللي بخك شوي. الإجابة الأولى الكابيتال. إيه. ها؟ يعني انه عيدوا لنا اللقطه هذه، ما تخلوني اشوفها يا ابو سعد يا ابو عمر، مش معقول. ما اتصل لما اشوف اللقطه مره ثانيه. خلاص ما حيورينا، شوف ما حيورينا اللقطه يا زي والله. ما الو خلاص تنازلت انا. لا يزعل مني، تنازلت. يلا ناخذ اتصال، من معنا؟ ريم. ريم مرحبا. ريم مرحبا. ريم لين. ريم الزهراني، ها؟ ايه. ريم تفضلي، شوف الارقام. ها الحين توروني. طيب معلش، يلا يلا ريم، اي رقم تختاري؟ ريم الو. تسعة. تسعة. تسعة ريم، مبروك. اليوم في مبروك مرتين في اللوحة. اقول لك ليلة مفاجآت. ليلة مفاجآت يا اخي، شيء حلو. ايه. شيء حلو، الحمد لله وجوهنا حلو على الناس يعني. ان شاء الله الحمد لله. اتصال جديد، خديجة. خديجة معنا؟ ايوه خديجة. هلا. مرحبا خديجة. هلا هلا، كل عام وانت طيبة وانت بصحة وسلامة. شوفي الارقام يا اختي خديجة. نعم تفضل. اي رقم؟ رقم ستة. رقم ستة لخديجة. حكم وأمثال خديجة. أبو فيصل عنده حكمة أو مثل، لا تنسي خديجة، حكمة أو مثل شهير، حيقول لك كم كلمة ويختار لك كلمة معينة مهمة يعني، فأنت حول هذه الكلمة ممكن تعرف المثل. ها ركزي معايا أختي خديجة، خديجة. ترى سهل. ألو خديجة. أيوة. يلا معاي. يلا ركزي معنا، ركزي معي، ترى سهل جدا. كم كلمة بس؟ أربع كلمات. أيوة. مثل بسيط سلس، وحتى تمثيله أنا تعمدت أني أمثله بطريقة بحيث أنه يوصل لك الجواب على طول. يلا خلنا نشوف. شنو شنو؟ عيد مرة ثانية. عيني عيني. سبقني وستك. يا سلام عليك. برافو يا خديجة. لمين تقول المثل هذا؟ أنا أبي أوريه شلون يوصل المثل أو الحكمة يعني بسلاسة. جيد جيد جيد. بالمناسبة طبعا ضيفنا أنت مو بس ممثل، مخرج أيضا يعني. يمكن الناس ما يعرفون عنه، ولذلك هذه رؤيته في الإخراج. أيوه شايف يعني. عنده يعني مخرج وممثل، فقدر يوصل لهم المعلومة بسرعة.
بس كمان اختار هذا المثل جيد يعني فكرته. لا مثل لازم توصله بطريقة سلسة. اتصال جديد. فهد معنا؟ سعد. سعد ألو. سعد السلام عليكم. سعد الهذلي من مكة. ها السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور. كيف حالك؟ الله يسلمك. صوتك بعيد يا سعد. معليش. يلا بس قرب لنا صوتك وخليك معنا كذا يعني. يلا شوف الأرقام سعد. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة لسعد. فنون السؤال. منظمة اليونسكو ضمت مؤخرا رقصة شعبية إسبانية شهيرة إلى قائمة التراث الإنساني الذي يجب الحفاظ عليه، فما اسم هذه الرقصة الشعبية الإسبانية الشهيرة يا أخوي سعد؟ ما اسم هذه الرقصة؟ السؤال أمامك الآن في أسفل الشاشة. اسمع إجابتين الآن. تفضل يا أبو زيد. طبعا معروف الرقصة الإسبانية الفلامنكو أو الفلامنكو. الفلامنكو. إيه جربتها أنت. كأنه هذا طير بحري صمموا عليه هذه الرقصة. طير اللي يجي الأبيض هذا يسمونه الفلامنكو. وهذه الرقصة نفس الشيء. لا الفلامنكو. إيه الفلامنكو. نعم الفلامنكو. يلا نعم. لا لا أبو فيصل. الإجابة الصحيحة هي الفلمنكية. 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 إيه. هذه الإجابة الصحيحة. إيش رأيك يا سعد؟ وأنت كيفك يا سعد؟ راحتك. أنا اللي علي قلت. والله ممكن نساعدك. الإجابة الأولى يا أستاذ حامد. يلا نشوف الإجابة الأولى. فلمنكيه. فلمنكيه يعني تبي توهق الريال. فلمنكيه. فلمنكيه من وين؟ فلمنكو هذا طير. هذا طير بحري الصبح تلاقيه على البحر الابيض يسمونه فلمنكو، ولذلك هذه الجناحات اللي حقها هي صممت الرقص عليها. ارجوك انا خبير في الرقصات اذا انت مخرج. طيب فلمنكو تشوف جسمي شلون. فلمنكو واضح مجربها يعني مجرب الرقصه انت. اتصال جديد معنا. طارق. الو طارق. ألو. طارق ولا حسن؟ معك حسن بلوي من تبوك. نعم معك حسن بلوي من تبوك. حسن يسعد مساك. مساك يا غالي. تفضل يا الغالي. شوف الارقام واختار لنا واحد منهم. اي رقم؟ رقم واحد. رقم واحد لحسن. علوم. سؤال في العلوم. ما أعضاء جسم الإنسان التي تحتوي على ربع عدد عظام الجسم؟ اسمع إجابتين. تفضل يا دكتور. والله يا بني هي القدمين. القدمين. نعم. فيها المذكور في السؤال. فيها مكتوب على الشاشة. نعم. ربع عدد عظام الجسم. نعم. شو اسمه؟ أكثر أعضاء. قدمين؟ في القدمين. لا. نعم. في القدمين. لا. يا عمي في القدمين يا بالحلال. أخوي حسن. 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 هلا معك. اسمع مني اليدين. إذن يعني ال 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 العضوان يعني اللي تحتوي على ربع عدد عظام الجسم، هل هي يعني الإجابة الأولى القدمين ولا اليدين؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مع سعيد قريش. اليدين. ليش؟ اليدين. اليدين. يا بابا قلت لك أنا عندي. أنا عندي قايل لك ما عاد في الإخراج. والله ما كان ودنا نشوفه. قايل لك هذا في الإخراج. هذا اللون الأحمر ما أبغى أشوفه أنا. والله للأسف. أنا هذه معلومة اللي عندي بس أنا آسف يعني. إذن القدمين الصحيح. من معنا؟ ريم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ريم العتيبي. ها؟ أيوة. ريم شوف الأرقام إذا سمحتي. أيوة. أي رقم تختاري؟ اثنين وأربعة وثمانية. ثمانية. ثمانية لريم. دولة ستشاهدينها ملونة باللون الأحمر في خارطة، تختاري هذه الدولة تقولي ما اسم هذه الدولة. ناخذ زوم إن شوية. أيوة هذه الدولة
يحدها من الغرب زي ما انت شايفة الهند. أيوه. ايش اسم هذه الدولة؟ اسمع اجابتك. نعم الا في اكيد ضيوفنا جاءوا عشان بس الاختيارات. ما اسم هذه الدولة؟ خلنا نشوف ابو فيصل لما وبعدين لما تلقى ابو فيصل. هذه الدولة طبعا بنغلاديش. بنغلاديش هذه إجابة. أنت ليش إجابة تغلط الناس؟ ليش يعني ليش تبي تتوهم؟ خلي الناس تفوز إن شاء الله. رمضان هذا. تفضل تفضل قول إجابتك. تايلاند. إيش؟ تايلاند. تايلاند؟ نعم. أها. طيب الدولة هذه هل هي بنغلاديش؟ دولة طبعاً يعني ملتصقة بالهند، أنت زي ما شفت يعني ممكن نشوفها مرة ثانية إذا موجودة ولا ما ممكن؟ شوفي. هل هي بنغلاديش ولا تايلاند؟ انا ودي انه يعني الخارطه ممكن مساعده. لا مو هي المساعده، يا تقولي انت يا بنغلاديش يا تايلاند، يعني المساعده انك تاخذي هذا الخيارين. ممكن ما يمكن في زوم اكثر من كذا. ها طيب اذا شوفي حدودها الهند يعني زي ما انت شايفه. طيب الاختيارات ما فيك يلا ورنوا الاختيار مرة ثانية ممكن نشوف الاختيارات. إذن الاختيارات هي يا بنغلاديش يا تايلاند. بنغلاديش. اتصال جديد معنا. فاطمة. ها ألو. أيوة نعم. ايوه بس فاطمه من نجران. ها ايوه مرحبا فاطمه. شوفي الارقام اللي باقيه معنا. هلا. اثنين واربعه. انا شوف رقم اثنين ان شاء الله. رقم اثنين. اعداد كم عدد الدول الاسلاميه يا فاطمه؟ اسمع اجابتين. كم عدد الدول الاسلاميه يا ابو فيصل؟ هذه احنا درسناها طبعا في التاريخ. عدد الدول الإسلامية 54 دولة معروف. عندي وأنا أبو هندي 45 دولة. 45 دولة. إذن يا فاطمة أبا مساعدة من الأخوان الله يرضى عليهم. شوفي أنت الآن شفت المساعدة يا 45 يا 54 عدد الدول الإسلامية. خمسة واربعين إن شاء الله. هذا أنا ما عندي الجواب الصحيح. يعني حتى المخرج ركز على صورتي. صحيح. يعني نعم واضح نعم إن هي. نعم نعم نعم. أربعة وخمسين. نعم. يلا معليش يا فاطمة معليش. إذن عدد الدول الإسلامية 45 ولا 54؟ آخر المخرج. آخر اتصال معنا في حلقة الليلة. معنا خالد. نعم. مرحبا خالد الحربي. ها هلا. أيوة خالد الحربي من الحناكية. نعم. يلا خالد تفضل آخر من يتصل بنا الليلة وتشوف الرقم. وين الأرقام؟ وين اللوحة؟ وين الطب؟ في الطب السؤال. نبات شجيري يستخرج من بذوره زيت يستخدم طبيا على نطاق واسع كمسهل. يا مسهل يا مسهل يا أبو زهير. نعم حبيبي. ما هو هذا الزيت هذا؟ هذا زيت ماذا أو الشجيرة هذه؟ هذا له فوائد كثيرة على فكرة. أيوة. حتى إذابة الكوليسترول في الجسم. دايما أنصح في الناس أنا الخردل. الخردل اوه شيء جميل. اي انسان عنده كوليسترول يستخدمه. خردل؟ خردل نعم. متاكد يعني؟ نعم. له فوائد كثيره جدا. كوليسترول يا اخي صاير طعمك خردل. لا خردل طيب. نعم حضر. ولا ابو لا لا هو اعتقد انه الخروع. الخروع اي الخروع. طيب ايش راي يا خالد؟ هذا الزيت يستخدم كمسهل يا خالد. ربنا يسهل عليك. الخروع. الخروع.
إذن مشاهدينا الكرام خالد ربي سهل عليه وإن شاء الله يسهل عليكم كلكم جميعا إن شاء الله. كان آخر من اتصل معنا في لوحتنا الثانية، فاصل ونعود لنتعرف على أسماء الفائزين في حلقة هذه الليلة. رمضان كريم من المتحدة للسيارات. ثوب دروش بحلته الجديدة، الراحة زادت والأناقة ارتقت والخامة تطورت. ثوب دروش بطلته الجديدة، الحل الأمثل للأناقة. من عجلان وإخوانه. تعرفوا إنه الخير أقرب لنا مما نتصور؟ ممكن تكون عادة أو حركة بسيطة وانت ماشي في طريقك، أو حاجة سويها كل يوم بس تقربنا من بعض وتورينا جوهر. خلال شهر رمضان الكريم مع زين السعودية، كل مرة تفعل أو تشحن خطك أو تدفع فاتورتك نتبرع بريال من حسابنا عن كل عملية للجمعيات الخيرية. بتخيلوا مرة مني ومنك ومن كل واحد فينا تورينا إنه عمل الخير في شهر الخير سهل مع زين. أنتهز هذه الفرصة مناسبة هذا الشهر الكريم وتقدم بالتهنئة إلى الأمة العربية وخاصة الشعب السعودي، كل عام طيبين أعادكم الله عليه باليمن والخير والبركة. رمضان بالنسبة لي شهر مميز، ممكن عند الكل مميز، ولكن أنا بالنسبة لي طبعا حريص جدا على أنه في هذا الشهر يكون جوي جو روحاني. هو الشهر الوحيد اللي الواحد يعني شوية تفرغ لقراءة القرآن الكريم، زيارة الأهل، زيارة الأصدقاء، جمعة الديوانية. وممكن السنة هذه كان مختلف بعد شوية، كأس العالم شوية فصيرة لوية شوية عند المجالس والديوانيات. حقيقة أنا بعض الأوقات سوي نفسي عنتر وحبيت يوم الأيام أطبخ لهم. المهم آخر شيء صفت أن احنا جبنا أكل من المطعم، لأن فشلت حقيقة في الأكلات الرمضانية. طبعا أنا من الناس اللي الشوربة هذه بأنواعها حريص أني أتناولها، بالإضافة إلى السلطة والثريد. الثريد عندي عشق على مائدة الإفطار، أحب الثريد. رمضان جميل، رمضان فيه التسامح، فيه الحب، فيه التآخي، فيه التآزر، فيه صلة الرحم. أتمنى أن احنا نستفيد من هذا الشهر الفضيل ونصفي داخلنا، نبتدي بتصفية أنفسنا على أساس نعيش روحانيته. اللهم اجمعنا على الحب يا رب في هذا الشهر الكريم. أنا ما زلت أتذكر برنامج على مائدة الإفطار للشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه. فعلا برنامج كان إلى وقع في قلوبنا وفي نفوسنا وما زال إلى الآن نتذكره. سباق المشاهدين، برنامج أنتم نجومه. سباق المشاهدين، برنامج أنتم نجومه. إذن مشاهدينا الكرام الآن جاء وقت التعرف على من سيفوز بحلقة هذه الليلة، ومعنا سعد الضفيري. تفضل سعد. تحية لسعد يا شباب، ليش ما كنت؟ أولا يا ليت نخلط العلب هذه، رجاء نخلطها يعني بشكل جيد، يعني ممكن تخلي العلبة معك سعد شوية عشان أيوة أخلطها إذا سمحت. نعم ايوه طيب تفضل، تختار علبتين. بختار علبتين وبستأذنك. نعم. بس ثم يختار ابو فيصل علبتين. هذه علبتين. نعم اضع هنا. ايوه وابو فيصل بسم الله. و الان العلبه الاخر لعبه، الاخر علبه ما هو لعبه، اخر علبه هي
في داخلها من سيفوز بالسيارة. من يتحمل المسؤولية؟ لا لا أحسن واحد مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخلطها إذا سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بس أنا حقيقة بقول كلمة، أنا الآن أصور مسلسل نعم في ظرمة، أتوجه إلى أهل ظرمة حقيقة بالحب وأقول لهم شكرا على الاستقبال الطيب. بس ما سمعنا أحد اليوم من ظرمة وشارك معنا حقيقة للأسف، ولكنهم ناس حقيقة كرماء حبونا وساعدونا. صور مسلسل لوفاء ثمن إن شاء الله راح يعرض في رمضان إن شاء الله. في رمضان متى؟ 15 رمضان إذا ربنا أكرمنا إن شاء الله. على شاشة؟ على شاشة طبعا، شاشتنا المفضلة السعودية. السعودية السعودية طبعا، قناة السعودية. قناة السعودية نعم. إذن مشاهدينا الكرام، أربع جوائز قيمة كل واحدة 3000 ريال. أول 3000 ريال لخالد حمود المزيد من المجمع. الاسم الثاني 3000 ريال لصفية محمد المعبدي. الاسم الثالث 3000 ريال ليحيى أحمد عاتي. الاسم الرابع للجائزة الرابعة وأيضا مقدارها 3000 ريال نقدا لحكيمة مفضية الشمري. أما الآن فسنتعرف على من سيفوز بسيارة هذه الحلقة، وهي كما قلنا مقدمة من هيئة الإذاعة والتلفزيون بالاشتراك مع شركة توكيلات الجزيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ايش قاعد تقول له بصراحه؟ ايش قاعد تقول؟ اتمنى ان شاء الله ان تكون لانسان فعلا محتاجها ان شاء الله، اكون اسعد انسان انا ان شاء الله. اي والله ان شاء الله. الفائز بسياره هذه الحلقه هو عبد الله احمد الحجاب. مبروك مبروك. عبد الله احمد الحجاب فاز بهذه السيارة، مقدمة هذه السيارة من هيئة الإذاعة والتلفزيون بالاشتراك مع شركة توكيلات الجزيرة، وهو شارك معنا من خلال الواتساب وشفناه قبل شوية. يعني اسمه عبد الله احمد الحجاب. يا عبد الله طبعا كان ودنا نعرف من وين انت، بس اكيد حيتصلوا فيك الاخوان، سيتم الاتصال بك والتنسيق معك ايضا لتسليمك السياره غدا ان شاء الله في اقرب فرع لشركه توكيلات الجزيره اليك يعني، وسيتم تصوير ذلك. اذا مشاهدينا الكرام، بقي ان اقدم لضيفينا ساعة مكه. والله ساعة مكه ابو تفضل. ساعة مكة للفنان الأستاذ علي السبع. تحفة. وللفنان الأستاذ سعيد قريش. والله الشهادة فيها مجروحة أستاذ، شكرا ألف شكر. سعادة والله سعادة. تحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في أمان الله.